احمد يا غالي، ادعي ليومك جميل، اللهم بلغنا يوم عرفه لا فاقدين ولا مفقودين، صباحك وفل ان شاء الله. حبيبي يا حاج مصطفى، حبيبي يا حاج مصطفى، ربنا يخليك لينا، والحمد لله ان ربنا طمنا عليك، ربنا يعفو عنك ويشفيك ويشفي كل مرضى المسلمين والمسلمات، ويرحمنا جميعا ويرحم اموات المسلمين اجمعين. فعلا انت راجل محترم، وانا فعلا كنت بفكر ان انا اعمل فيديو معاك، وسبحان الله لقيتك انت ابن حلال فيك حاجه لله، وبصراحه بقولها لك في الفيديو ده، انت يا حاج مصطفى ضفرك برقابي سواقين التاكسيات، بصراحه دول يعوذ بالله انا مش عايز اتكلم، ولو اتكلمت هنفجر، دول واخدين الم في نفسيهم ما اقولكش مش عارف ليه. لو الواحد بيصبح عليهم اوعى افتكروا انا هتعامل معاهم، لا انا مش هتعامل معاهم، هم ماتوا بالنسبه لي انا مش شايفهم. فعلا انت ضفرك برقابيهم ورقابي كل السواقين بصراحه، وخليهم يسمعوا الكلام ده، انا بقولها علني. الحاج مصطفى انت ضفرك برقابيهم ورقابي كل السواقين، عشان انت راجل محترم بصراحه والله، وانا اساسا مش عايز اصبح عليهم ولا اتعامل معاهم، وبقولها علني عشان هم مستهلوش المعامله الطيبه بصراحه، وربنا على كل ظالم بصراحه. صباحكم جميل، ومعلش انا لو انفعلت، فعلا في ناس ما ينفعش معاها معامله طيبه، الحمد لله انا ما رحتش ولا خبطت، بس عندي احساس ان المخت ده عمره ما يصلح غلطه ابدا بصراحه. صباحكم جميل ان شاء الله، شكرا.